النص الذي سأقرأه عليكم هو فصل قصير من رواية الاشتياق إلى الجارة التي صدرت قبل بضعة أشهر عن دار الأداب في بيروت. حالما فتحت باب شقتي للخروج شاهدت زهرة، كانت واقفة أمام شقة مدام ألبير في انتظار أن تفتح لها الباب. استدارت صوبي فغزتني رائحة خمنت أنها رائحته بطيئة، كانت قوية لكنها غير كريهة. تراجعت قليلا حين مالت علي لتحيتي، لو لم أفعل ذلك ربما لامست ذراعي ذراعها. كان فصل صيفا، ضوء الشمس ساطع والحرارة لاهبة كما يحدث أحيانا في بعض أيام الصيف في باريس. كانت ترتدي بلوزة من كتان أبيض رقيق شفاف بكمين قصيرين يكشفان عن زنديها، وكانت ضيقة تبرز تكوم نهديها. لأول مرة أراهما بمثل هذا الوضوح وعن قرب. خيل إلي ابتسامة خفيفة ارتسمت على شفتيها حين وقعت عيناي بالصدفة على صدرها. لقد سبق أن لاحظت أن زهرة ظلت تحتفظ بشيء من الجاذبية، جسدها لم يترهل بالرغم من أنها في الخمسين من عمرها، ويعود هذا على الأرجح إلى أنها كثيرة الحركة والنشاط بحكم عملها في البيوت. لكن لم أركز أبدا على وجهها أو أي جزء من جسدها. منذ أن بدأت أهتم بها لم أنظر إليها أبدا كأنثى يمكنها أن تجتذب الرجال كما أفعل أحيانا مع بعض النساء، وإنما كجارة تونسية أحترمها وأتصرف معها بأدب. ما حدث بيني وبين زهرة في ذلك اليوم الصيفي القائض في تلك المساحة الضيقة الواقعة بين بابي شقتي وشقة مدام ألبير شكل تحولا في علاقتي بها. في البداية لم أعره أي اهتمام، فمثل هذه الأمور كثيرا ما تحدث بين الجيران وهي لا تعني شيئا في آخر الأمر. لكن ما فاجأني في أول لقاء لنا بعد هذه الحادثة أن زهرة تغيرت. رأيت في عينيها ما جعلني أفهم أن نظرتي العابرة إلى صدرها تركت أثرا في نفسها، وأن شيئا في داخلها بدأ يتحرك، والدليل أنها لم تتصرف معي كالعادة. صحيح أنها حيتني بحرارتها المعهودة وأننا تحدثنا لبضع دقائق في المواضيع المعتادة، لكنها كانت مرتبكة، كانت تتحاشى النظر إلى وجهي، وفورا انتقلت إلي عدوى الارتباك، ومنذ تلك اللحظة لم نعد كما كنا. شكرا، مساء الخير.